الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. بجهود استثنائية من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وبمتابعة حثيثة وحرفية عالية المستوى من أجهزتنا الأمنية، أعلننا ليلة البارحة عن إلقاء القبض على المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وتسلمه من السلطات التركية المختصة التي أبدت مشكورة كامل التعاون والتنسيق. لقد ظلت هذه القضية مثار اهتمام الرأي العام على مدار شهور مضت، بذلت فيها جهود جبارة وعملنا فيها بصمت تطلبته طبيعة العملية وحساسيتها، لنثبت أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار بل مبدأ يطبق. واليوم نجدد التأكيد على جدية الجهود التي نبذلها من أجل الاجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الوطن، مستمدين العزم والإرادة من لدن مولاي صاحب الجلالة الذي يحثنا دوماً على بذل كل جهد مخلص في محاربة الفساد وضبط المتورطين فيه، فلا حماية للفاسدين ولا أحد فوق القانون. كما أنها مناسبة نسجل فيها خالص الشكر والثناء لجميع الجهات المختصة التي كانت على قدر المسؤولية وبذلت كل جهد مخلص وصادق، وعلى رأسها أجهزتنا الأمنية التي نقف على الدوام وراء كل منجز وطني، كما هو ديدنها فهي محط إجماع الأردنيين ومصدر ثقتهم الذي لا ينضب. وأود كذلك أن أشيد بدور مجلسكم الكريم في هذه القضية، إذ لا ننسى مطلقاً أنها أثيرت من تحت هذه القبة أثناء مداولات أعضاء مجلسكم الكريم للبيان الوزاري، وقد تعهدنا حين ذاك بمتابعتها وعدم التهاون حيالها، واتخذنا إجراءات فورية أفضت والحمد لله إلى ضبط عدد من المتورطين، قمنا بإحالتهم إلى القضاء الموثوق والعادل لينالوا جزاءهم العادل. وهنا نؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة والجهات والمؤسسات وانفتاح الحكومة على أي رأي أو معلومة تثار ومتابعتها لكل قضية يتم طرحها بدافع الحرص على مصلحة الوطن وحماية مصالح المواطن ومقدراته. كما وأكرر خالص الشكر والتقدير إلى السلطات التركية على الجهود المبذولة والتعاون المثمر الذي يجسد عمق العلاقة الثنائية بين البلدين وحرص قيادتيهما الدائم على إبقائها في طور التميز والتقدم. وفقنا الله جميعا من أجل خدمة الوطن وقيادته وأبنائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.